السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو تاعنا هذا تاع فيديو تاع الشيشوان تاع مطار الصحراء. احنا هنا في لاستي وزاس مكتوب اذا نصوروا ليكيب، خلي تفرجوا بالك الناس كاينين يتفرجوا بوحش وكارطيهم كاينين. واصلكم مره وين جبنا المكتوب ان شاء الله. كيف راح يتم التعامل معاه؟ البوسطه يحكيوا لنا على يقولنا على الفاكسان اللي راح يجيبوه. عقليا نشوف الطريق وربي سهل. سهل لازم تكلاكسوني علينا بهنا نجبدو وانا ما نكلاكسونيش. فصل سيد إبراهيم شوية من ستاسيون روبوزيو شوية. والله ليكيب جبنا المكتوب، احنا هنا في البوني في حي القمم يقولوا له، كان فايل طلب حي القيمم ها وجبنا المكتوب. انا في حي القيمم. شنو هو حي القيمم اخويا؟ عالي شويه قداش نصوروه كامل وكبير ياسر، تما بارتي صغيره منه بركه. هادشي المره الجايه ان شاء الله كل مره وين نروحو بدري عشاء احنا ندبعو في الخدمه والماشيه، وكل مره وين بدينا الطريق.
فرنسا ان شاء الله يتحسن في الكيب. جبنا المكتوب، احنا هنا في المحكمة طلعت الفكرات، راح نعديو على كاين اللي وصلنا على الحد. كم جبنا المكتوب هنا نعديو على الحد، ومن طول رايح نعمل شوية ليسونس بوم بوتا عيسى، راحو وحدة وحدة. بار يوم الخميس، غشي كبير، غشي كبير قاعد يسركب.
والله ليكيب شوفوا جبنا المكتوب هذيك البلاصة شوف تفرجوا تفهموا وين راني ساعات المكتوب يديك واحد البلايص شوفوا ذيك الطريق كيفاه دايرة هذه هي ورانا كلينيك لي جاسمان فوق من لورا خلا طيب الكاميون انصدم فيا ديريكت دار كود وحده عقبة صحيحة والله ليكيب جبنا المكتوب هنا في ليزالمون من جهة باطنات ورا باطن بالطراديات هذوك نورمالمون الطرف هذا نكملو بيه الفيديو تاعنا تاع اليوم نروحو بالعقل نصورو بشكل تبربي
والله ليكيب نفضلوا الفيديو تاعنا هنا في حي المعلمين تاع كوبا اللي ما صورناهش قبل الخلاء حي المعلمين ما دخلنا لهش كنا راح نفضلوا الفيديو في ليزالمون شوية هاي كتبة تفضلنا هنا والله ليكيب قلكم ميرسي بوكو على لي كومونتير و شو صوتي راح خلاف فن ترافا يلعب وتصبحوا على خير ان شاء الله. السلام عليكم. نخلي الفيديو يمشي ونيحبس يحبس.